بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في الجزء الرابع من محاضرة Control System in State Space. عنوان هذا الجزء Design of Control System in State Space. في هذا الجزء سوف نعمل تصميم للكنترول سيستم باستخدام State Space Model. In this section, we shall present a design method commonly called the pool placement or pool assignment technique. في هذا الجزء سوف نقدم طريقة تصميم عادة تسمى pool placement أو تسمى pool assignment technique. We assume that all state variables are measurable and are available for feedback. في هذا التصميم سوف نفرض أن كل state variable هي قابلة للقياس وهي جاهزة لأن نأخذ منها feedback، لأن التصميم بالستيت سبيس يعتمد على التغذية العكسية من الستيت، وكل ستيت نضربها في جين، وسوف نرى كيف تتم هذه العملية. It will be shown that if the system considered is completely state controllable، إذن راح نعتبر إنه كل الستيت هي completely controllable، اي انه السيستم is completely state controllable. Then pools of the control system may be placed at any desired location. اذن في هذه الطريقة pools للكلوزد لوب سيستم ممكن ان نخليها في اي مكان مطلوب. كيف نستطيع ان نضع البولز في اي مكان مطلوب؟ يعني ماذا نقصد بوضع البولز؟ معناها انه الترانزينت ريسبونس والستدي ستيت ريسبونس نتحكم بيها عن طريق البولز، by means of state feedback through appropriate state feedback gain matrix. إذن كيف نستطيع أن نضع البولز في المكان اللي إحنا نريده، وذلك عن طريق state feedback gain matrix. ليش سميناه gain matrix؟ لأن عندنا أكثر من gain، وهذه الجين بعدد الستيت مال السيستم، الستيت التي تعود الى السيستم. وهذه الجينز اذا نخليها نصفطها بشكل فيكتر راح يصير عندي بما يسمى الجين ماتريكس. The present design technique، اذا هذا التصميم اللي راح نقدمه في هذه المحاضرة begins with the determination of the closed loop pools. إذن هذا التصميم راح يعتمد أو نبدأ به عن طريق إيجاد الكلوزد لوب المطلوبة للسيستم. شلون نحصل على الكلوزد لوب المطلوبة للسيستم؟ وذلك عن طريق الترانزينت ريسبونس المطلوب والستدي ستيت ريسبونس المطلوب. Based on the transient response and or frequency response requirement such as speed. السبيد منين نتحكم عليها؟ منين نتحكم بها؟ عن طريق الاوميجا ان. كل ما يزيد الاوميجا ان كل ما يزيد السبيد مال السيستم. دامبينج ريشيو زيتا الباندويث as well as steady state
requirements. ايش نقصد بالستدي ستيت ريكويرمنتس؟ يعني الستدي ستيت ايرور، الستدي ستيت ايرور. عن طريق هذه المواصفات ممكن نحدد الدوميننت بولز، نحدد الدوميننت بولز مثل ما اخذنا بالسكند اوردر سيستم. وعن طريق سكند اوردر سيستم ممكن نحصل على الترانزينت ريسبونس للريده، وبالتالي ممكن نضيف نون دوميننت بولز. نون دوميننت بولز اي انه السيستم او الديزايرد سيستم راح يعتمد على السيستم الاصلي. اذا كان ثيرد اوردر سيستم راح نحتاج الى 3 بولز، اثنين منها مال السكند اوردر اللي احنا نعرف شلون نطلع الريسبونس من عندها، ويبقى بول اخر راح نختاره نون دوميننت. شلون نعرف هذا نون دوميننت او كيف نختاره نون دوميننت؟ قد قيمته عاده يكون من 2 فاكثر من ابعد من الدوميننت بولز، ابعد من الدوميننت بولز. طبعا ابعد بالجهه اليسرى، ابعد بالجهه اليسرى، وعاده ناخذه من 5 إلى 8 او اكثر. كل ما يكون ابعد من الديزايرد بولز كل ما يكون الريسبونس مال السيستم او اداء السيستم مشابه للسكند اوردر سيستم. Let us assume that we decide that the desired closed loop pools are to be at S1 يساوي mu1. إذن البول الأول راح نسميه mu1 بدون رقم، هذا مكان الرقم mu1. البول الثاني هو يساوي mu2، البول الثالث mu3، وهكذا إلى أن نصل إلى البول يساوي ميو ان. البول هذا هو الاس يساوي ميو ان. By choosing an appropriate gain matrix، باختيار الجين ماتريكس الملائمة for state feedback، it is possible to force the system to have closed loop pools at the desired location. إذن كيف نقدر أنه نختار البولز مال closed loop system، أو نغير البولز مال closed loop system؟ عن طريق الجينز اللي هي موجودة بالفيدباك، اللي هو إحنا غايتنا شلون راح نطلع هذه الجينز اللي ناخذها بالفيدباك. Provide that the original system is completely state controllable، على مود نصمم بالstate feedback controller. State feedback controller يجب أن يكون الoriginal system، السيستم الأصلي is completely state controllable. إذا كان السيستم not completely state controllable، إذا ما راح أقدر أصمم controller إذا هذا السيستم. Design by pool placement. Consider a control system. X dot يساوي إن AX زائد BU. هذا هو الرسم مال X dot يساوي إن AX زائد BU. X dot هي متألفة من حدين. الحد الأول هو AX والحد الثاني هو BU. هذا هو AX. هذا X مضروب بالA. هذا هو الحد الأول. والحد الثاني البي مضروب في اليو. هذين الحدين نجمعهن جمع بيناتهم يطلع لي اكس دوت. الاكس دوت نكاملها تطلع الاكس. اذا هذه هي المعادله وهذا هو الرسم مالها. We shall choose the control signal to be. اذا هذه control signal راح نختارها كالتالي. اليو يساوي ان ماينس كي في الاكس. الاكس هي الستيت مال السيستم، الاكس هي الستيت مال السيستم، والكي هي الجينز اللي راح ناخذها من الستيت. يعني الستيت اكس 1 راح ناخذ لها كي 1، الاكس 2 راح ناخذ لها كي 2، الاكس 3 راح ناخذ لها اكس 3، وهكذا. اذا
هذا الكي ماتريكس او هذا الفيكتور ماتريكس ايش قد الاوردر مالته، ايش قد الاوردر مالته راح يصير بقدر الاكس، بقدر الاكس الاوردر مال الاكس. اذا الاكس عندنا 3 الكي يكون 3، اذا الاكس 4 الكي يكون 4، اذا اكس 5 يعني اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5 هنا راح يكون عندي كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 كي 5. وراح نشوفها بالرسم، نشوف هذا الرسم، هذا الخط العريض، هذا الخط العريض معناها هو اكس، معناها هذه اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 وهكذا. هذا الخط العريض هم اكس، هذا خط عريض ده شوفه، هذا اذا هي ستيت، هذا هو الستيت. مضروب في ناقص كي، في ناقص كي راح يطلع لي خط واحد، اذا راح يطلع لي اشاره واحده، اشاره واحده. اذا ضرب هذا الجين ماتريكس في هذا الاكس راح يطلع لي قيمه واحده، قيمتها يو، هاي القيمه واحده قيمتها يو. The matrix K is called the state feedback gain matrix. State feedback gain matrix. شوفوا هذا ال K وين صاير؟ صاير بالفيدباك، وهو ال K عبارة عن gains فقط، ولهذا نسميه state feedback gain matrix. In the following analysis, we assume that U is unconstrained. اذا في هذه التحليلات اللي راح ناخذها، هذه اليو ما راح ناخذ عليها اي تحديد، يعني اذا عندنا محرك يشتغل من 0 الى 24 فولت، من 0 الى 24 فولت، نفرض هذا هو محرك يشتغل من 0 الى 24 فولت. ال 24 تعتبر تحديد ما ممكن اتجاوز، حتى جاز يحترق الموتور اذا ال 24 اسويهم 50 يحترق هذا المحرك، اذا في هذا التصميم اللي راح اخذه الحقيقه اليوم ممكن اخذها اكثر، هي صحيح مو عمليه بس احنا راح ناخذها اكثر على مود نقدر نحلل. اما اذا ردناه عملي بعد ان تطلع لنا اليو راح نخليه ساتوريشن لحد ال 24، اكثر من 24 راح نقول له ما يصير الا اقصى حد لك 24. اما التصميم مالتنا حاليا هذه اليو ما عليها كونسترينت، ممكن تطلع لي اذا هو 24 ممكن تطلع لي 50 ممكن تطلع 60. فاذا هذه الطريقه حاليا بدون تحديد، وممكن ورا ما اصمم اخلي ساتوريشن على اليو. X dot يساوي لنا A minus BK XT. منين جت هاي ال A minus BK XT؟ هذه اليو بدي اشوفوها، احطها هنا بالمعادلة الأصلية، وبالتالي راح يصير هنا هذه اليو BK X، وأطلع الكي الإكس مشترك راح يصير عندي X dot يساوي لنا A minus B كي في الاكس تي. هذه الاكس دوت، الاكس دوت احنا نعرف حل الفيرست اوردر، حل الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشن ممكن يصير، لنعتبر هذا هو الكوفيشنت وهذا هو الاكس، هذا هو الكوفيشنت، هذا كله اي ماينس بي كي، هذا نعتبره كوفيشنت وهذا الاكس، فالحل راح يصير اكس اوف تي اكسبوننشال A minus BK T في الانيشال كونديشن، في الانيشال كونديشن. اذا الحل راح يصير X of T exponential A minus K، هذا هو الكوفيشنت، هذا الكوفيشنت في T، شوف T صغيرة ما مبينة يعني في التايم، في ال X initial condition X node. شكرا جزيلا، وان شاء الله بالجزء القادم سوف نكمل الديزاين باي بول بليسمنت.